السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بنات وولاد. مرحبا بكم عندي في قناتكم وقناتي عالم حرية. يوم جديد ووصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة بالنسبة للوجه. سيت ان سوان انتي ريد، ضد التجاعيد. بالنسبة للناس اللي عندهم الحبوب، بالنسبة للناس الثانيين اللي عندهم ديتاش، بالنسبة للناس اللي عندهم دوك التكماش اللي كيكون هنايا وتحت العين وكل شيء. المهم هذا اشني هذه الوصفة. الوصفة اباز، يعني المكون الرئيسي اللي فيها هو الكركمة او الخرق، الكركمة او الكركم. كلنا كنعرفوا فوائد الكركم، وكلنا كنعرفوه. يعني مؤخرا علماء اكثر لقاوه بانه كيساعد على الاكتئاب، كيساعد على لمالادي الزهايمر، يعني هذيك المالادي فقدان الذاكره الزهايمر. سيت اون ايبيس اونتي كانسير، يعني كتساعد كتقينا من السرطان. وبزاف بزاف لا لوسيمي، يعني كانسير ديال الدم او سرطان الدم. في الحقيقه خصنا نتعلموا دائما نحطوا هاد الكركمة، نستعملوها كل يوم في الاكل ديالنا، لانها يعني فوائدها، فوائد ديالها كثيره وكثيره وكثيره. وهنايا في الغرب صراحه كيستعملوها وكيجيبوها، في الحقيقه كيجيبوها عرق وكيستعملوها وكيطحنوها وكل شيء. يعني فوائد الكركم لا تعد ولا تحصى، على الذات، على لابو، على الجسم، على كل شيء كل شيء. المهم انا عندي اليوم الوصفه اللي صوبتها هي عباره عن ماسك انتي ريد، ضد التجاعيد، ضد اللي عنده الحبوب واللي عنده ديتاش، يعني البقع السوداء اللي كتكون عندنا في تقدروا ديروه في تحت العين، كيدار هذا الماسك. انا غنوريكم كيفاش. المهم عندنا معلقه صغيره كركمه، معلقه صغيره بيكربونات اليمونتير، انا كنستعمل بيكربونات اليمونتير، وعندنا شويه نقطتين او ثلاثه ليمون او الحامض كي كنقولوا حنا بالمغربيه. اللي عنده البشره حساسه من الليمون او الحامض يستعمل ماء الورد سيتو. المهم عندنا حنا الوجه خاصنا يكون نظيف، انا عملت ليه مقشر صراحه. دابا غنمسحو بالماء ديال الورد اللي غنستعمل هاد الماسك هذا. انا دائما وجهي كنمسحو بماء الورد، هو نظيف مي كنعاود نمسحو بماء الورد. خاص الوجه ضروري ضروري يكون نقي. المهم غنحط هذا هنا. غناخذ هذا الماسك غنبدا نطبقو على انا غنجيب شيطه اخرى لان هذه ما كتعجبنيش. هذه غنحطها هنا، غنجيب شيطه اخرى هذه، وغندير بعدا نحيد الشعر تاعي. بلاش ولا بلاش، سي ترو طار. غندير الماسك ديالي، انا كنديرو تال تحت العين. الا شتو شويه قاصح كتزيدوا عليه شويه، يعني ما شتوش اوموجين كي كنقولوا، كتزيدوا عليه شويه ماء الورد. انا درت فيه نقطتين ديال الليمون ودرت فيه ماء الورد. بالنسبه لتاني الناس اللي عندهم البشره الحساسه يديروا ماء الورد بلا ما يستعملوا، بلا ما يستعملوا هذا، يديروا ماء الورد. غادي نحطوا على الوجه تاعي وتل تحت عين، منطقه تحت العين ما تخافوش منها. انا درت واخا درت فيه الحامض كنحطه في منطقه تحت العين هكا. وعارفين عاوتاني فوائد البيكربونات، سي البيكربونات بلا ما نقول لكم فوائد، وغادخلوا الانترنت ولا غادخلوا لهذا وتشوفوا الفوائد تاع البيكربونات. هو طبيعي صراحه زوين. نسيت ما درتش البوند، هذا البوند تاع شعري، مي سي با غاف فاصون. ما نساوش العنيق حتى هو، العنق ضروري ضروري ضروري، حيت دائما كنساو العنق تاعنا. هذا ما خصوش يتنسى العنق.
المهم البنات انا حطيته غنخليه تقريبا 15 دقيقه، غنخليه 15 دقيقه وغنغسلو، ومنين نغسلو غنرجع لكم من بعد. رجعت لكم البنات بعد ما غسلت وجهي، غسلته مزيان، حيدت منو داكشي. شوفوا نتوما ملي غتكونوا دايرين هاد الماسك غتحسوا ب كان حك ماشي حكاك، دي بيكوتمون بحال شي حاجه كت ما عرفتش كيفاش نفسر لكم، يعني بعد تحسوا بحال شي حاجه كتحرك في الوجه. هذاك راه مزيان كيتنظف، يعني الوجه كيتنظف بعمق، وبعد ومني غتسالوا غيولي عندكم شويه احمر، ما تخافوش راه سي نورمال لان داك التنظيف كيكون عميق. المهم نظفته في الحقيقه كنحس بالراحه في سميتو في الوجه ديالي، كنحس به رطاب ونقي. المهم انا دائما كيف كنقول لكم دائما الماء تاع الورد، دائما كنمسح، دابا غنمسح بالماء تاع الورد من بعد داك الماسك. في الحقيقه هذا الماسك جربوه على الاقل مره في السيمانه، كيف قلت لكم اللي سمحوا لي ثاني كنشوف المرايه، اللي وجهه كيتحسس ولا اللي عنده لابو سانسيب ولا بشره حساسه ما ديرش سيترون. تقدر دير نقيته تاع السيترون، ولكن تحط عليه يا اما ماء الورد يا اما الياسمين يا اما اللي عندها، يا اما الماء الزهر اللي عندها استعملوا وتخلطوا مع هذه الخلطه وديروا. يعني راه ماسك غريب وعجيب، زوين بزاف صراحه. المهم انا كيف نظفت وجهي وعنقي، دابا غندير الكريم. الكريم ديالتي هي هذه، انا كنستعمل هذه، نشوف واش باينه لكم. هذه راه عجيبه هذه الكريمه، شنو سميتها وايت غرو غلاسيال مور كريم. هذه انا كنشريها من واحد السيت في كوريا، اسميتو يس ستايل. الحقيقه هذه غزاله 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 غزاله، هذه ما كتختارنيش حتى هي في الحقيقه. كيف كتقرب تسالي ليا كنكوموندي، لان عرفتوا مع الماكين تقريبا كدير شي جوج بحال ما عرفت كي دايره هاد الكريم، ماشي كريم وماشي بحال اون، ما كتحسيش بها نهائيا. انا كثرت هادي كتبيض الوجه، ولكن خاصك تتبعي. او جوني مي بوكو، كثرت، غنقص شويه ما باش ليا وكثرت منه. ندير هذيك هي، هي ديال الوجه في الحقيقه خاصه بالوجه، ولكن مع المده كتبيض الوجه، كيمشوا منه جميع لي تراس وجميع هادي بلس الماسكات اللي كنديروا الطبيعيه في الحقيقه. هادي بعدا كين كتجيب مفعول هاد الكريم، هادي كتحسي بالوجه ديالك يعني رطب بحال لابو د بيبي، بحال بو د بيبي، وفيها واحد الريحه كتحمق غزاله، وليدغاتاسيون افو، كتحسي بلابو تاعتك بيان ايدغاتي متشربه، يعني ما ماشي بشره ناشفه، بشره صحيه. فوالا البنات، كان هذا الماسك تاع اليوم، ووريتكم ثاني الكريم. انا عينيا ما كيبان لي حتى حاجه، وريتكم هذا الكريم اللي كنستعمل انايا. المهم البنات، نتمنى هذا الماسك يعجبكم وتجربوه وتعطوني رايكم، ولا عندكم شي تعليقات ولا شي حاجه، ولا يعني بغيتوا اي حاجه تخلوها لي في التعليقات. التعليقات راه في الحقيقه كتشجعني وكتزيد تخليني نقلب اكثر واكثر على شي حاجات اللي غيفيدونا ويفيدوا كاع الناس. المهم ما تنساوش تدعموني بلايك، واللي ما ابونيش يتابوني معايا في لاشين، و التعليقات راه كي قلت لكم راه كتشجعني. المهم نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.